Dasha, Dasha, per favore. Signora Dasha. Signora, è il chimantre della lava. Signora, è il chimantre di Pietrene, come il paio allegro. Chimantre, per favore. Chimantre di Maria. Di Maria, per favore, signora, è il chimantre della lava. أبانا أنطون، المفتش قادم إلينا. مفتش؟ أي مفتش؟ مفتش قادم إلينا. مفتش من العاصمة، متخفي وبمهمة سرية. مهمة سرية؟ ومتخفي. أنطون، أنطون، من هذا الذي وصل؟ أخبرني بكل شيء أنطون. فيما بعد، فيما بعد. أنطون لا أستطيع الآن. فيما بعد يا روحي يا صغيرة، فيما بعد. أنطون، أنطون. بابا، هل تحبين الثلج؟ لا. حسناً بابا، وكأن قلبي حدثني، فاليوم حلمت بسرب من البعوض بحجم غير طبيعي. أتوا إلي وتشمموني ثم ذهبوا. اسمعوا ما أتى بالرسالة، وصلتني من أندري، صديقي المقرب من القصر. أنتم تعرفونه جيد. إلى الخارج. هيا هيا سينيور. سينيور، بالفابور، ريسبكت دلارتي سينيور. صديقي الفاضل، إشبيني ومعمد أبنائي، أخبرك بقدوم موظف مهمته الإطلاع على المحافظة كلها. لقد وصلني هذا من أني أعرف أن لديك بعض الأخطاء الصغيرة مثل أي حدا. التزم الحذر، فقد يأتي في أي لحظة هذا إذا كان لم يصل فعلا ويقيم في مكان ما سرا. هذا هو الوضع. ويا له من وضع. لا بد من سبب. أنطون، لماذا يقصدنا المفتش؟ لماذا؟ لماذا؟ إنها ساعة الغفلة. إنه القدر. اسمعوا يا سادة، الشيطان قد بدأ في معركته. كونوا مستعدين للمعركة القادمة مع بعض. أي شيطان هذا يا أبونا؟ لا بد من سبب سياسي بحت. سياسي؟ أجل.
وهو أن روسيا ستدخل الحرب مع تركيا. حرب حرب أجل. حرب أجل. والحكومة أرسلت من يمثلها لتكتشف إذا كان هناك خيانة أو مؤامرة هنا وهناك. ماذا وكلام يو؟ عن أي خيانات أو مؤامرات تتحدث؟ أقول لك مفتش متخفي من العاصمة. مفتش يا أخي أنت لا تفهم. أقصد لا يمكن لأي أحد أن يفهم، فالحكومة تفكيرها الخاص يا أخي. تفكيرها الخاص أو غير الخاص، أنا وضعتكم في الصورة يا سادة، ومن جهتي أصدرت التعليمات وأنصحكم بذلك، لأن القادم سيزور المحافظة كلها. المشافي في أسوأ حال، المرضى أشبه بالحدادين، الجميع يدخن في المشفى. هذا لا يجوز، اجعل المرضى كأنهم في بيئة. لك إله 50 سنة مدير صحة، بس بدي أفهم مين واسطته. يا حضرة القاضي. نعم. أنا أرى أنه من غير اللائق تربية الإوز والبط في مدخل المحكمة. حسناً، سأمر بنقلها جميعاً إلى المطبخ لذبحها، والجميع مدعون عندي إلى الغداء. ولكن هناك ملاحظة بشأن مكتبك، عدة الصيد هنا وهناك، صور كلاب الصيد على الحيطان. أنا أعرف أنك تحب الصيد، ولكن الآن ليس وقتها، أزلها إلى أن يرحل المفتش. سأمر بإزالتها. هل من أوامر أخرى؟ لا. أما بالنسبة للخطايا والآثام الذي تحدث عنها أندري صديقي من القصر، فنحن بشر ولا نخلو من الأخطاء. طبع صحيح صحيح. لا أخطاء. ماذا تقصد بالأخطاء؟ هناك فرق بين خطيئة وأخرى، وأنا أقولها أمام الجميع أنني أرتشي، ولكن بماذا؟ بكلاب الصيد، وهذه لا تعتبر رشوة. كلاب الصيد أو غيرها كلها رشاوي. كلها رشاوي. كلا ليست كلها رشاوي. كلها رشاوي. كلا ليست كلها رشاوي. من يأخذ الرشاوي هو من يستطيع أن يستأجر رسام إيطالي ليرسم له لوحة فنية في منزله. ماذا تقصد برسام إيطالي؟ أخلاص مع بحث. ماذا تقصد برسام إيطالي؟ ماذا تقصد؟ أقصد أنك. أنا على الأقل أؤمن بالرب، وأذهب إلى الكنيسة كل أسبوع، وأتبرع للكنيسة. وأنت عندما تحدثنا عن نظرياتك في خلق الكون يقف شعر الرأس، ولم أرك تذهب إلى الكنيسة منذ 15 سنة، ولم تدفع حتى روبلا واحدا يا خنزير يا كلب. لا سينيور أبونا برفافور. حسنا أنطونيو وصلني تقرير بشأنك، يقولون أن المدرسين لا يقومون بواجباتهم، ويضطرون الأهالي لجلب المدرسين إلى البيت لإعطاء الطلاب دروس خصوصية. هذا صحيح. وما الحل إذا كان راتب المدرس لا يكفي ثمن الشاي والسكر؟ المدرسون هم بشر، ويجب أن يأكلوا ويشربوا. ولكن الأفضل ما أتى في آخر التقرير، يقول أن الأسئلة تسرب، وأنت من أنت فضلنا جميعنا بشر. أيها السادة ماذا جاك يا إيفان؟ وصل القيصر لا لم أعلم. بابا يبدو أننا سنلعب بالثالث. عن قيصر ماذا يا أخي؟ قيصر ماذا؟ هكذا سمعت من خادمتي، التي سمعت من خادمة مدير التربية، التي سمعت من خادماتكم بأن القيصر قد وصل. يا الله يا ريتني لم أقل شيء. لا والله. مفتش متخفي من العاصمة بمهمة سرية. مفتش. أيوة. يا حبيبي هذا يعني أنها الحرب. الحرب. أجل، لقد قلت لهم ذلك. حالتنا من ستسوء وليس الأتراك. هذا يعني أنه لا يوجد حرب مع الأتراك. لا يوجد حرب مع الأتراك. لا يوجد. ماذا بشأنك أنت يا إيفان؟ ماذا عنك أنت يا أنطون؟ أنا لست خائف، ولكن الأهالي والتجار يثيرون قلقي، يقولون أنني مر المذاق. ثم أنني أفكر، لماذا يأتي المفتش إذا لم يكن هناك وشاية ضدي؟ لماذا؟ إيفان؟ أليس بوسعك لمصلحتنا المشترك أن تفتح الرسائل لترى إذا ما كان هناك وشاية ضدي أم لا، ويمكن إغلاقها من جديد؟ سيدي. وبشكل عام لا بأس إن وصلت مفتوحة. سيدي لا تعلمني عملي، فأنا أقوم بذلك ليس من باب الحيطة والحذر بقدر ما هو من باب الفضول. يصعب علي أن أصف لك يا سيدي مدى حبي للإلمام بكل ما هو جديد في هذا الكون، ففي قراءة الرسائل متعة، وأي متعة؟
فيها متعة أيضا وفيها مواعد، والله أفضل مما في مجلة الوطن الروسية. ألم تسمع عن هذا الموظف؟ ألم تقرأ شيء؟ موظف؟ متخفي. موظف متخفي، موظف متخفي. لا 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 يوجد شيء عن هذا الموظف المتخفي. بلى هناك الكثير عن أهالي مدينتيك أسترما وسرته، لكن عن هذا الموظف لا يوجد. من المؤسف أنكم لا تقرؤون الرسائل يا سادة. اسمعوا اسمعوا، منذ فترة بسيطة قرأت رسالة أرسلها ضابط برتبة ملازم إلى صديقه في العاصمة يصف بها إحدى حفلات الرقص. يقول إن حياتي يا صديقي العزيز تجري كما في الأحلام، النساء كثيرة والموسيقى تصدح والرايات تعدو، إن وصفه مفعم بالحماسة، لذلك تعمدت أن أحتفظ بها. هل تودون أن أكملها لكم؟ أكملها. هذا ليس مهما الآن، ولكن إذا ما رأيت أي وشاية ضده تجزها دون نقاط. يا سيدي حدث خارج، حدث غير متوقع. وصلنا إلى الفندق بينما كنت أنا ودوبتشنسكي داخلين إلى الفندق. ألا سمعت لي أتحدث؟ اسمح لي أنا، فأنت تلدغ. ولكن يا سادة قلبي سيخرج من مكانه. اجلسا وتحدثا. اجلسا. أنا تحدث أنت. ما أنا خرج من عند سيادتكم بعد أن قرأتم الرسالة. أنا جاءت من عند هو أبديت من انزعاجا شديدا بسببها. أبديت من انزعاجا شديدا جدا جدا بسببها. ثم انطلقنا باتجاه الفندق كما أمرتم سيادتكم. وفي الطريق توقفنا قرب الكشك الذي تباع فيه الفطائر لنشرب القليل من الماء. لا يا سيدي، انا طلبت العصير. هو طلب العصير وانا طلبت الماء. ارجوك لا تقاطع عياده. المهم يا سيدي، وصلنا الى صاحب الفندق وقلنا له اننا نريد لائحه. لقد طلبنا منه لائحه باسماء النزلاء الذين اتوا قبل 10 ايام من العاصمه. وقلت له نحن جياع، لماذا لا ناكل؟ نحن نتفقد لائحه. لا يا سيدي، انا ما قلت هذا. هو من قال؟ هو من قال. كنا من هميكين في التدقيق، وفجاه دخل شاب ذو مظهر جيد وكان يرتدي ثيابا مدنية. مدنيا ويمسك عصا بهذا الحجم. لا لا يا سيدي، العصا كانت طويلة بهذا الحجم. يا سادة قلبي. يا سيدي، وصلنا إلى صاحب الفندق وقلنا له من هو هذا الرجل، من هو؟ فقال له ابتعد يا أخي. قال لنا صاحب الفندق أنه موظف قادم من العاصمة وأن اسمه إيفان ألكسندروفيتش خليستيكو ويتصرف بغرابة. من العاصمة؟ وهو هنا منذ أسبوع ولا يدفع. فمن يكون؟ من يكون؟ المفجر. هو هنا منذ أسبوع ولا يدفع، متخفي ولا يظهر شخصيته الحقيقية. أبانا الذي في السماء إنه هو، إنه هو. اللهم اغفر لي أنا القاتل، لأني لا أستطيع أن أرفع روحي إليه، لأني أخزى من كثرة آثامي. اللهم لا تحسب علي آثامي، ساعدني في أن أصنع إرادة في ملكوتك. يا يسوع المسيح. آمين يا رب. آمين يا رب. ماذا يفعل التجار الملاعين هنا؟ يا سيدي، لقد سمعنا بأن المفتش هنا وجينا نقدم خدمات. خدمات؟ ومن من سمعتم؟ المدينة كلها تعرف. يا فرحتي، اسمعا، إذا ما رأيتكما هنا أو عند المفتش سأريكما الزنبع من أين ينبع. الزنبع يا حارس، الزنبع من أين؟ تعال إلى هنا. وما العمل الآن؟ إلى العمل. هيا إلى العمل، كل الحال تخصصه. إلى العمل، هيا إلى العمل. أبانا سبن، العقيد سبن. أين العقيد سبن؟ أين العقيد سبن؟ سيدي اسمع، انشر جميع عناصر الشرطة في أرجاء المدينة مع اللباس الكامل، وامنع العنف مع المواطنين. لا أريد كدمات على وجوه المواطنين. ولكن كيف يا سيدي؟ إلى أن يرحل المفتش. وأقوم بتعيين أضخم عنصرين لديك لمراقبة المفتش. هيا. خلاص سيدي. ماذا الآن؟ ساشا، داشا، حاضر يا سيدي. احضرا قبعتي جديدة ومعطفي. حاضر. أنطون، ماذا بشأن الكنيسة؟ الآن وقت كنائس أبانا، التي من المفترض أنها موجودة على مخطط المدينة. ما بيحب. من المفترض أنها بنيت يا أنطون. يو. ماذا سنفعل يا أبانا؟ أنطون، وجدته. سنقول له أن في المراحل الأخيرة من البناء حدث حريق ضخم وبالصدفة، وكل هذا بسبب تفشي الحاد بين المواطنين وخصوصا القاضي. نعم القاضي. أنطون هيا أنطون، أنت قدها. هيا فليباركك الرب. بارك لي يا أبانا. هيا بارك لي يا أبانا.
بارك لي. أنطون 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 أنطون. ماذا يا أبانا؟ ماذا؟ سينيور اكدي له شبيت والجيبوكس. يا ربي يا ربكم معنا يا الله. مفتش بطرس باك. ساشا ساشا حرس سيدتي سيدتي ماذا هنا سيدتي؟ لقد وصل المفتش من العاصمة. مفتش من العاصمة؟ ومتى وصل إلى هنا؟ منذ أسبوع يا سيدتي. منذ أسبوع. أسبوع وأنا ما بعرف بالموضوع. سيدتي إنه بالفندق الآن. ويقولون أنه متنكر وقد ذهب إليه الرجال الآن. الآن اذهبوا الى الفندق حالا واجلبا لي ادق التفاصيل عنه. هيا. حاضر يا سيدتي. حاضر يا سيدتي. والله لو مشينا كل يوم مدة ساعة لكنا وصلنا. وبذر الصبي كل نقوده في الطريق ليبرز نفسه في كل مدينة. اقلع لي عيني لو أنه إنسان ذا قيمة، لكنه مجرد موظف سكرتاريا بسيط حق نص فرنك، يلعب الورق ويشرب ويسكر وينام مع فتيات قذرات. وأنا إلى الخارج إلى البر. لقد سئمت هذه الحياة. حياة الريف أفضل، أقلها يمكنني أن أتزوج وآكل وأنجب. فليهنأ هو بالعاصمة. ولكن والله حياة العاصمة جميلة، لا يكاد أبوه يرسل إليه المال حتى يقوم ببعزقته، وبعد أسبوع يبيع كل ما لديه. لم ينقص إلا أن يبعني بدلة بمئة وخمسين روبل يبيعها بعشرة ليشرب ويلعب. كم أتمنى لو أن والده يعلم هذا الكلام. لكن أوسعناه ضربا بحيث يحك جسده أربعة أيام متتالية، خمسة أيام، ومع ذلك صاحب الفندق لن يقدم لنا أي شيء يؤكل. أو الأسوأ من ذلك، سيمسح بكرامتنا أراضي سجون سيبيريا. هل عدت للتلقاء على سريري من جديد؟ كاذب! انظر كيف هو مدعوكم كله! ألا يوجد تبل؟ لا يوجد. أوسب! نعم. انزل إلى هناك. إلى أين؟ إلى الأسفل، إلى البوفيه، فأنا بحاجة إلى طعام. لا أريد. كيف تجرع على ذلك أيها الأحباط؟ هكذا، صاحب الفندق لن يقدم لنا أي شيء يؤكل ما لم تدفع له النقود. ثلاث أسابيع ونحن ننام على الحساب. كيف يجرؤ هو الأحمق على ذلك؟ يجرؤ. وقال لي أنت وسيدك سافلا. لست مضطرا لسماع هذا الكلام. وقال لي سيدك كاذب ونصاب وسارق كلب ليس فيه جنس الرجولة، إنما هو. وأنت سعيد أيها الدبابة أن تقول لي كل هذا الكلام؟ والله إني لست سعيدا، ولكن اسمع، سيذهب إلى المحافظ ويقدم شكوى فينا مباشرة بحيث نضع في أسرع عربة متجهة إلى سجون سيبيريا، وتمسح في كرامتنا الأرض. والأسوأ من ذلك، لن نموت من الجوع بل من البرد والجوع. هيا قل له بأنه أحمق وأنني أريد طعامي هنا حالا. حسنا، سأدعو صاحب الفندق يا بطل وقل له أنت الحق. يا أسي، وما حاجتي أنا على صاحب الفندق؟ اذهب واحضر لي الطعام. هيا. يا لله، كما أنا بحاجة إلى طعام. لقد
تمشيت في المدينة كلها على أمل أن تكبد هذه الرغبة، ولكن عليها اللعنة لن تكبد. لو أنني لم أنفق جميع نقودي في الطريق كان لدي ما أعود به إلى المنزل، إلى المنزل. لكن بسببه هو ذلك الرائد الحقير السافل الملحق، لقد استولى على جميع ما أملك في ظرف ربع ساعة. لكن على الرغم من ذلك لقد استبدت بي ركبة عارمة فلأقارعه من جديد. لكن الحظ، الحظ، الحظ. صاحب الفندق لن يقدم غير هذا الطعام من هنا إلى مدة. انتظر لحظة، انتظر. البطاطس، اترك البطاطا. البطاطا يا أس، اترك البطاطا. البطاطا، البطاطا لي أس. اترك شعري، اترك شعري، اترك. هل يوجد شيء آخر؟ بلى، الفاتورة. اذهب واحضر لي شيء آخر. هيا، لو كان يوجد جاتو على الأقل أو صلصة. صاحب الفندق في الأسفل استدعى المحافظ وهو يسأل عنك. لقد تشرفت بالعمل معك لكن لم تدفع لي للذهاب معك إلى السجن. سلامة. ابتعد أيها العمل، قد وصل. وانحنى المفتش أمامه أيضاً. أطال سيدي انحناءه، وأطال المفتش انحناءه أيضاً. أقدم لسيادتك التحية. بصفتي المحافظ، بصفتي المحافظ فأنا أسهر على أن لا تكون هناك مضايقات لأحد القادمين أو لجميع الناس النبلاء. لكنني سوف أدفع. هذا ليس ذنبي، ذنبه هو صاحب الفندق. انظر ماذا قدم لي، كان علي أن أرميهم من النافذة. إنه سريع الخطاب. لا، إنه لطيف. لست الملوم والله، ولا أعلم بشأن هذا. وإذا كان هناك شيء ليس على ما يرام فأنا أقترح أن ننتقل إلى مكان آخر. أنا أعرف ماذا تقصد بهذا المكان الآخر. أنت تقصد إلى السجن. أستسلم. ولكن كيف تجرؤ؟ كيف تجرؤ؟ خبروا التجار الملاعين بكل شيء. ارحمني أرجوك، ارحمني أرجوك، ارحمني. فلدي زوجة وأطفال، لا تقضي علي. وما ذنبي إذا كان لديك زوجة وأطفال؟ أذهب أنا إلى السجن. والله إنها قلة الخبرة. أنت تعرف يعني الراتب من الدولة لا يكفي للشاي والسكر، وإذا كان هناك رشاوي فإنها زهيدة والله. أما إذا كان أما بشأن جلد التجار فأقسم أنه هم من جلدوا نفسهم بنفسهم. وما شأني أنا بجلد التجار؟ وإذا تجرأت على جلد التجار فلن تجرؤ على جلدي. أنا هنا لأنني لا أملك النقود. لو أنك بدلا من كل هذا اقترحت علي أن تقرضني مثلا 100 روبل كي أعيدهم بصاحب الفندق. قام سيدي بتقديم الرشوة له. سأعيدهم لك عندما أعود إلى القرية بكل تأكيد. أرى أنك نبيل؟ أعطيت 400 بدل 200. تفضل. الأفندي بدو نعتبره مفتش سري، رح أعمل حالي ما بعرف مين بيكون. بينما كنت أقوم بجولة تفقدية كما هي العادة أتيت إلى هذا الفندق قصدا لأرى إذا ما كان النزلاء يتمتعون بإقامة جيدة أم لا. ثم جاء هذا التعارف كأنه مكافأة لي. وكأنه مكافأة لي أيضا. فأنا أعترف أنه لولاك ما كنت سأعرف كيف
سوف أدفع لصاحب الفندق. هل أجو على سؤالك أي الأماكن تقصد؟ ساراتوف، محافظة ساراتوف. لابد أنك ذاهب للترويح عن النفس. لا، والدي يطلب حضوري. لقد غضب العجوز لأنني لم أحصل على منصب في بطرسبورغ، فهو يعتقد أنني ما أصل إلى بطرسبورغ حتى يعلق لي وسام شرف هكذا. هل سيطول بقاؤك هناك؟ لا أعلم، فأنا أحب أن أبقى في العاصمة بطرسبورغ. عفوا. لا بأس، لا بأس، لا بأس، لا بأس. علي أنا هالحركات؟ أنا رب شو بدي أعمل؟ كأن هذه الغرفة رطبة بعد الشيء. غرفة حقيرة. بلى، والبعوض هنا يعض كالكلب. الله يلعن أبو البعوض، ما الفائدة من خلق البعوض؟ ثم أنها مظلمة، لابد أنها مظلمة، أليس كذلك؟ ظلام دامس، فأنا أحاول قبل أن أنام أن أطالع شيئا ما، لكن لا أستطيع. ظلام، ظلام هنا. هل أجرؤ ولكن لا أجرؤ؟ لا، ماذا قل؟ لدي في البيت غرفة نظيفة مشرقة ورائعة لك، أنا أقترح يعني أن تبقى بها مدة بقائك في المدينة. لا تغضب والله من 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 بساطتي. سنذهب. يو كم سأكون سعيد وكم ستكون زوجتي سعيدة. وتذكرتي يا سيدتي، فأنا من نعومة أظافر أحب إكرام الضيف والله. ولكن أريد أن أكتب سطران لزوجتي، هل هناك ورقة؟ أوسف. قبولاتي. بودر. 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 على جناح السرعة أرسلها لي لزوجتي. هاي. ما رأيك الآن أن نطلع على بعض المؤسسات ونتناول الطعام؟ لا بأس. تفضل. تفضل. يرتدي البدلة الرسمية النقاب.
إيه عين أسود وعين أزرق. إيه تماما. اليوم هوسكي 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 بشرته أشهد. سيدتي إنه يملك بشرة بلون القهوة الداكنة. ريلي 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 تمام ريلي. نعم بشرة داكنة بلون الشوكولا. أمامي كم أحب الشوكولا. شارة أمام أعتقد بأنه أسود يتلائم مع لون عيناه ولون بشرته. نعم نعم أسود. لا يا سيدتي بلا أسود. إنه يملك شعرا أحمرا بلون الذهب. شعر أحمر بلون الرمان. هل هو سمين أم نحيف؟ ماذا؟ ما هذا السؤال السخيف؟ متوسط مائل إلى النحو. كلا يا سجد لقد بلغتي قليلا يا صديقتي. سيدتي إنه ضخم مربوع عريض جد المام مثير جدا. مرحبا يا سيدتي. الرسالة إنها مع بوب. لا يا سيدي اقسم بالله انا معه. والله يا سيدتي علي ورحلة. لا بوب 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 كمل. اخبرك يا روحي ان حالتي كانت سيئة الى حد كبير، ولكن بفضل الرحمة الالهية لقاء خيارتين وصحن من الكافيار. لا افهم ما شأن الخيار والكافيار هنا. لم يكن لدى صاحب السعادة سوى هذه الورقة فقام بالكتابة عليها، وهي ورقة الحساب. ولكني أعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام. جهزي بسرعة غرفة لضيف رفيع المقام وزجاجتين من الفودكا من عند التاجر عبدالين، وإذا لم يكن من النوع الفاخر سأري الزنبون أين يدمق. هيا نفذوا الأوامر. طبعاً يجب أن يرى كل شيء على ما يرام. اذهبي وارتدي فستانك الأزرق. هيا. لا أريد أن أرتدي فستاني الأزرق، أريد أن أرتدي فستاني السمو. جيتي الجن الأزرق. ما بتقدر بدون ما تناقشني. أنا سأرتدي فستاني المنقط. ولكن يا ماما هذا الفستان لا يليق بك لأنه يحتاج إلى عينين داكنتين. سيكوا سيكوا نغيت. أليست عيني داكنتين؟ كل من رآني قال أني أشبه أنت تداري. ولكن يا ماما أنت تشبهين ختيار الكبة. سيدتي سيدتك وصل خادم السيد. استقبلها حالا، أريد أن أعرف كل شيء عن سيدة. هيا. أهلا وسهلا. أي جنرال؟ سيدك الذي سيأتي من العاصمة. أهو جنرال؟ أليس جنرالا إذا؟ بلى نعم من نوع آخر. جنرال من نوع آخر. هل هذا النوع الآخر يعني أكبر أو أصغر من جنرال؟ أكبر. أكبر ذلك الأول يا رسول. أكبر من جنرال. هو مهم جدا جدا. وبحجم القيصر. ليس بحجم القيصر. هو أدنى برتبة واحدة من القيصر، لكن هو والقيصر هكذا. توأم روح القيصر. صديق القيصر المقرب. اسمع يا فتاة. يبدو عليك النشاط. جهزي لنا على وجه السرعة شيئاً يمكن سأموت في ذلك. إيه نعم. أخبرني حبيبي. أخبرني. هل سيدك يعلم؟ لا أستطيع. لا أستطيع أبداً. فليس هناك شيء جاهز بعد. ولا أريد أن أطعمك أبداً وجبة بسيطة. أمان يأتي سيدك حتى تجلس ثاني صويل على الطاولة وتأكل من الطعام ما نزل وطاب. اهدأ اهدأ. ما هي الوجبة البسيطة؟ حساء الملفوف والفطائر والعصيدة، ولكن لا يليق بوصفة فتش بأن يأكل. والله يليق. أي شيء يؤكل يليق. حسناً أخبرني أخبرني. هل سيدك متزوج؟ ليس متزوج ولكن لديكم خبز. فورا فورا. ليس متزوجا ويحب ان يتزوج 4 سيدات. لا يحب الزواج ابدا ابدا. يحب ان ينجب 4 اطفال. لا يحب الاطفال ابدا ابدا. ولديه عقم. يا سيدي اخبرني هل لدى سيدك صديقه حبيبه؟ ليس لديه لا عشيقة ولا حبيبة، ولكن لديكم حساء سافر. ستأكل ستأكل. ليس لديه لا حبيبة ويحب أن يكون لديه 10 عشيقات. لا يحب العشيقات ولا الزواج ولا أي شيء أي شيء. أخبرني كم تبلغ ثروة سيدك؟ حوالي كم مثلا؟ يعني
يعني ثروة كبيرة هكذا بحجم فطيرة كبيرة. وصلت. ثروة كبيرة بحجم الفطيرة. بحجم 10 فطائر. 20 فطيرة؟ حسنا حسنا أخبرني آخر سؤال، يعني ما هو العمر الذي يرغب سيدك أن تتمتع به المرأة يعني كي يتزوجها؟ يعني إذا أخبرتكم هل ستطعمونني؟ فورا فورا فورا. ما العمر الذي تريدانه؟ 42 بعمر زوجة المحافظ. بالطبع 42. من أين الطعام؟ و40. آخر 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 سؤال، ما هو النوع المفضل لدى سيدك من النساء؟ يعني صفراء حمراء حمراء خضراء رمادية عيش شقراء ملساء منفوخة بيضاء حارة هكذا عليها سمسم. قل ذلك في الأول يا رجل. من أين المطبخ؟ النساء حارة. لا أعرف من أين هي الغرفة. لا أعرف من أين هي الغرفة يا سيدة. تفضل يا سيدي من هنا. ولماذا كل هذا الجمال غاضب؟ وهذه العيون هكذا كحبتا زيتون أسود. خجلتني يا سيدي. تشبه الكعك المملح. وهذه الخدود هكذا كالصمون. ما اسمك يا فتاة؟ ساشا. يا له من اسم جميل يا ساشا. متى سنأكل يا ساشا؟ تعال إلى عندي إلى المطبخ وسوف أطعمك ما تريد. تفضل. تفضل من هنا من هنا من هنا. برافو يا سينيور. كي ما تراست. يا ويل أمي. في المدن الأخرى لا يهتمون إلا بكروشهم. هذا صحيح. أما هنا فيمكننا القول أنه ليس هناك اهتمام إلا بالمصلحة العامة. هذا الفودكا هكذا كانت الفودكا. راشا راشا. تفضل يا سيدي. راشا يا سيدي. مروس راس مروس راس مروس راس يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. إن مهمة حاكم المدينة في منتهى التعقيد، فأكثر الناس ذكاء يواجهون صعوبة، ولكن الحمد لله الأمور تجري على ما يرام. يا محمد شمكولا، هل تصدق أنني حتى حينما أرقد للنوم لا أتوقف عن التفكير وأقول لنفسي يا إلهي كيف أجعل القيادة ترى حماستي ويقظة؟ إن تكافئني أو لا تكافئني هذا يعود لإرادتها. يا عفو الله سو مضافع. ولكن عندما أرى النظام في المدينة والشوارع نظيفة يطمئن قلبي. والله يا جماعة بن حرامة، قولوا لي ألا يوجد هنا حانات نوادي لعب الورق؟ ولا نفكر في هذه الأشياء يا صاحب السعادة أبدا. ثم أن أحدا هنا لم يسمع بمثل هذه النوادي، ثم أنني لا أعرف كيف يكون اللعب بالورق، وإذا ما رأيت ختيار الكبة أشعر بالإشمئزاز. بندوق مبارح خصني 100 روبل. اسمح لي، هذا غير صحيح. لا يوجد أجمل من هكذا أن تنتصر على الشريك في الورق والرهان. أما أنا فسعادتي يا صاحب السعادة فهي بمصلحة الدولة. أين هو؟ يو اسمح لي أن أقدم لك زوجتي وابنتي. يا بني مسيو أنشانتي. Enchanté, monsieur. Enchanté. Enchanté, madame.
متعبة وبائسة للغاية. في غاية التعاسة. كومبرينيفوه. ولكنني أعترف أنك عوضتني عن كل شيء. أوه مسيور، لا شك أنك عانيت كثيرا. أنا لكن الآن في منتهى السعادة. مسيور، ما هذه المجاملة؟ أنا لا أستحق كل هذا التقدير. لماذا؟ لأني عايش في الريف وفي هذا البيت. ولكن الريف أيضا نهيراته ونوابه. فصحيح ليس كما بيتروس بارك العاصمة. إيه يا بيتروس بارك، يا لروعتني حياتي حقا. ربما تعتقدين أنني أبالغ قليلا، لكن رئيس القسم هكذا يربط على كتفي. حتى الحارس هو يتبعني ويقول لي أرجوك يا إيفان ألكسندروفيتش، دعني نظف لك هذا الحذاء. ما رأيكم الآن يا سادة نرى رسمة أنطونيو؟ لنرى رسمة أنطونيو، هيا لنرى. تكون هكذا يا سادة؟ لا بأس، نحن مرتاحون يا تيه. السلم الوظيفي لا يسمح لنا بالجلوس بجانبه. عجل صحيح، نحن مرتاحون هكذا يا سيدي. يا أرجوكم، فأنا لا أحب أبدا المراتب الوظيفية. أنا دائما أحاول أن أتسلل خفية، لكن لا أستطيع. حتى ذات مرة ظنوا أنني قائد العام للجيش. وأعرف جميع الممثلات، وأحضر الفودفيل، وأعرف بوشكين، كاتب بوشكين. رحمة الله عليك يا بوشكين. كان دائما يقول لي كيف حالك يا أخي، وأنا أقول له كيف حالك يا أخي؟ أو مسيو، إنك تكتب وتنشر في المجلات؟ جاي، وفي مجلاتي أنشر، فأنا ألفت روايتين، المعطر والأنف. الأنف والمعطف من تأليفك؟ طبعاً. ولكن يا ماما الأنف والمعطف للكاتب جوجول. لا مامي، ما بتقدر ماما. لا ليك، فهناك يوجد أنف لجوجول وأنف الأكل لي أيضا. إنما قرأته هو أنفك أنف. طبعا بكل تأكيد، فبيتي هو الصالون الأول في العاصمة بتروسبورغ. لذلك إذا ما تفضلتم وأتيتم إلى العاصمة بتروسبورغ أن تتفضلوا بزيارتي في منزلي. عجل نتشرف. شكرا. بالتأكيد سنأتي معك إلى سان بطرسبورغ مسيو. أعتقد أن حفلاتك ستكون من الطراز الرفيع. هذا أقل مما يقال، فأستضيف الوزراء والأمناء والسفراء ونلعب الورق. وذات مرة طلبوا مني أن أشتري منصب مدير أمن القصر. وبدأوا يرسلون إلي المراسلين. لكن قلت لهم هل أستطيع؟ ليس لدي وقت. قلت لك ليس لدي وقت. ولكن خفت على زعل القيصر وبدأوا يتوسلون إلي. أرجوك يا سيدي، أرجوك يا صاحب السعادة، أرجوكم. حسنا، سوف أقبل. إيش لكن بشرط لن أقبل أبدا بالتسيب تحت إدارتي. فلن يتسيب أنا. لا أمزح، إيش؟ أنا أمزح، فأنا كالسيف، ها! الجميع يخاف مني، وحينما أمر في القصر، الجميع يرتجف كالورق يرتجفون، وحتى ذات مرة قرروا أن يجعلوا مني القيصر. ماذا؟ والدي العجوز.
شوفات شلي النقود يا إنها لطيفة. هل أنا أتحدث معك؟ طبعاً. أخبرني هل أطعموك جيداً؟ شكراً جزيلاً لك سيدي، طعاماً جيد. صحة. تفضل. اسمك أنت؟ أسيب يا سيدتي. أهلاً يا أسيب. أهلاً يا أسيب. أخبرني يا أسيب. أين تسكنون في العاصمة؟ في منتصفها سيدتي. قل لي هل سيدك صارم؟ هل يحب عقاب أحد؟ إلهي يا سيدي كم هو صار؟ يحب العقاب. لقد شاهدته مرة يقطع رأس شخص لأنه لم يتقيد بالنظام. إن وجهك يعجبني. يبدو أنك رجل طيب. هل يحب اللباس العادي أم الرسمي؟ العادي والرسمي أحياناً لا يرتدي شيء. خذ هذه للشاي، ولكن أخبرني ما بماذا يهتم سيدك بالمرتبة الأولى؟ بالمرتبة الأولى. ضيافة. يهتم للضيافة جداً أن تتم ضيافته بشكل جيد. يهتم لي، يهتم لي أنا أيضاً. أهلاً وسهلاً يا أسيب. شكراً لك يا سيد. هل يفضل العيون الغامقة أم داكنة؟ أهلاً وسهلاً يا أسيب. ساشا، ساشا. حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي. أسيب يا خزي. يا أبوي تصبحون على خير. أرسم فقط. هاي أنطونيو، كيف حالك؟ لقد عدت. ابتعدي أنطونيو، ابتعدي. رشا فودكا، رشا فودكا، أنطونيو رشا فودكا. إنه يملك عيون سمينة جدا. شكرا سيور. لكن مات. أنا ترستي أنا كم كريس. صحتك أنطونيو. سيارة سعادة. أخبرني أنطونيو. من بعد. هل عجبتك روسيا؟ بركوة سيارة؟ روسيا! روسيا! مدراش! هاي دخل أمك على نعم مدراش! اللي بديانه مدراش! دوليتير لدراش! دوليتير أرتيتكت لدراش! دوليتيرني سيارة! لكن تروب يا نونو دولك انترستيان. سيدة بطركت، هل أعجبتك سيدة روسية؟ يعني سيدة روسية. سي سيورا. سي سرشك لها لي أنطونيو. كيف تبدو؟ كيف تبدو أنطونيو؟ كيف تبدو؟ كيف؟ اللي مات اللي ما يستريكتي المرتك مستون. أنطونيو اسفها لي يعني بحشك. هاي سيورا ساشا. سيورا ساشا المنتج. من بنت سيورا ساشا. من بنت اللي مات. ماذا تفعلين هنا يا حمق؟ سوف أجلس معكم يا داشو. ساشا اذهبي أرجوك يا حبيبتي. هيا لا اذهب، سوف أجلس معكم. أعطيك 10 كوبيكا ساشا. هيا لا أريد 20 فقط. أعطيك 20 في المطبخ. لا أريد ساشا. أعطيك 20 في المطبخ. هيا حسنا حسنا. باي سنيور أنطونيو. باي أنطونيو. هل تعرف أنك تملك عيون وصفة ورقبة زميلتان زيتان زيتان انتبوتن سنيورا. بيلي مترستي under the bus car the my train. لقد بدا يسكر. سوف نقبل بعضنا بعد قليل. انطونيو مترو قبلني انطونيو مترستي. ماما أنطونيو ماما شو جدا بيوت ما بترى
مات أنطونيو. أنا ما مات. لا تفشت دم ما بدو لي أكلي. يا سيدور لماذا حقي أنا هكذا؟ لماذا؟ لماذا؟ دم ما مات. دم ما مات سيدور. إيمان تريز صحونا على خير يا سادة. Buongiorno. Antonio. Buongiorno, signor governante. Signore? Signore? È il che le ha bevuto? Signore? 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 Le ciabatte? Anna, ho dato. إلى العمل أنطونيو، هيا إلى العمل. أوسيبو. سينيورا ساشا، من فين؟ سينيورا بالفافوري. ما ترست؟ أوسيبو. أوسيبو. سينيورا سيب. سينيورا ساشا كاليتو. صباح الخير. صباح الخير. أبلي صباح. ساشا، أريد أن أقول لك شيئا. ماذا؟ لقد قررت أن. صباح الخير، هاي. داشا. أنطونيو، تعلم أيها الأحمق، تعلم. داشا، داشا اذهب إلى المطبخ، هيا هيا هيا. شو لذيذ. داشا، اذهبي وحضري الفطور ماريا، هيا هيا هيا. داشا، داشا، أريد 50 كوبيكا. داشا. يلا هيا 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 أريد 50 بالله عليكم يا سادة، كيف وصلتم إلى العلا؟ بالله عليكم يا سادة، رجل خير القصر يعد في الوزراء أمام القيصر. بالله عليكم، هيا إلى اليمين دور، إلى اليمين دور. إيفان، أين يمينك يا أخي؟ أين يمينك؟ يا إلهي، هيا إلى الأمام سد. مكان كلاوير يسار دور يسار دور. ستيبان، ماذا سنفعل الآن؟ أنا أقترح أن نقدم له رشوة. نعم نعم، ما رأيكم أن نضعها في رسالة ونقول أنها أتت من البريد ولا نعرف من؟ أنا أخشى أن يتم إرسالك بالبريد إلى سجون سيبيريا. كلا يا أخي كلا، إنه رجل دولة، يجب أن نقدمها على شكل تبرعات من النبلاء. لا لا، أنا أقترح بأن كل شخص يدخل بمفرده. نعم، القاضي أولاً ويدخل معه جرواً صغير. لما لا تدخل أنت أولاً؟ ولماذا أنا؟ لأنك منافق. أنا منافق. وقوف قد. بالله عليكم يا سادة، ما هذا؟ بالله عليكم يا سادة، هيا إلى الأمام. من سيدخل أولاً يا سيدي؟
نعم يا سيدي. تجار؟ نعم. ماذا تفعلون هنا؟ لقد جئنا لكي نلقي التحية فقط يا سيدي. يا حارس! لماذا الحارس؟ حارس! يا صاحب السعادة! يا صاحب السعادة! أرجوك يا صاحب السعادة! يا صاحب السعادة! أرجوك! خوفنا! بعض الرجال نحط من الحارس! يا صاحب السعادة! أرجوك يا سيدي! يا صاحب السعادة! يا سيدي خليص تخوف من الأجل! سيدي! اسمح لي يا سيدي! أنا أقدم لك نفسي عقيد استيبان قائد شرطة وقاتل نابليون يا سيدي. وحقا نابليون قد قتل؟ أقسم لك يا سيدي وأنا من قتلته. تفضل بالجلوس. حقا يا سيدي. هل هناك أي ملاحظات يا سيدي؟ أي ملاحظات؟ عن السجون، عن الأمن، عن المخاطر؟ لا يوجد. حقا يا سيدي؟ حقا. شكرا يا سيدي. شكرا سيدي. اسمح لي يا سيدي ان اقدم لك هذا السيف، انه من الفضل خالص. شكرا. شكرا لك يا سيدي. شكرا. لا لا تمزح. لا لا تطلع. أخمدت نار لنا دون طارق، ولا دمنا في النازلين نزيل. وفيت بأدرع القيصر إني إذا ما خان أقواما وفيت. اسمح لي أن أقدم نفسي يا صاحب السعادة، قاضي قضاة المحكمة بالياكين ياكين، موظفا من الدرجة الثامنة. سيدي أنت التدريب يا أسف. أهلا أهلا، تفضل. إذا أنت هو القاضي. عجل يا سيدي، منذ 30 عاما وأنا قاضي لهذه المدينة، وفي كل عام يتم انتخابي بشكل ديمقراطي. ماذا الذي في يدك؟ لا شيء. كيف لا شيء؟ لا شيء. إنني أرى نقود. أي نقود؟ أكلنا هواء. ما رأيك أن تقرضني إياها؟ بالطبع يا سيدي. أجل، لقد أنفقت جميع نقودي وأنا في الطريق. اسأل أسر. والله يا سيدي. لا 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 داعي للتبرير يا سيدي. شكرا. عن إذنك يا سيدي، هل هناك أوامر؟ أي أوامر؟ أقصد هل هناك ملاحظات بخصوص المحكمة؟ لا يوجد. شكرا لك يا سيدي. شكرا لك. والآن اعذرني، فأنا لا أجرع على إزعاجكم أكثر من ذلك. شكرا لك يا سيدي. شكرا. سيد خليستاكو، أعتقد أنهم ظنوك شخصاً ذا قيمة، هكذا شخص دولة كبير يعني. ولا أعتقد ذلك، لقد ظنوا أنني رجل دولة. أسف. نعم. أحضر لي ورقة وقلم، هيا. أريد أن أكتب رسالة لصديق تريابشكي الكاتب المسرحي على هذه الشخصيات القريبة. أسف. نعم. سيجار. لن أنسى. أقدم لك نفسي يا سيدي، إيفان مدير البريد. كم أحب الناس اللطفاء. أنت من هنا؟ وهذه ليست العاصمة بكل تأكيد، فهنا الناس أكثر بساطة. لا بد أنك تشاطرني الرأي. بالطبع أشاطرك الرأي يا سيدي. كم تبدو لطيفا يا سيدي، على عكس ما قال المحافظ والقاضي وأبونا ومدير التربية. قالوا بأنك جلف ومتعجرف. وماذا قالوا ايضا؟ قل هيا. لم في الحقيقه يا سيدي، سمعت بانك تحب الشعر. انا اكتب بعض القصائد وخطي جميل ايضا. تفضل يا سيدي اقراها. شكرا، سوف اقراها قبل ان انام. لا اقراها الان. لو أنك مثلاً وضعت لي 300 أو 400 روبل بدلاً من 100 لقبلت، لكنني لا أقبل الرشاوي. بكل تأكيد يا سيدي، تفضل. شكراً. أهلاً سيدي، أريد أن أطلعك على بعض القصائد. هذا الديوان يا سيدي عن القاضي، وكيف حول المدجنة
وكيف حول المحكمة إلى مجنة، وفيها أيضا سيدي عن مدير التربية، وكيف يأخذ الرشاوي يا سيدي. نعم، أما هذه المعلقة، تفضل يا سيدي، هذه عن أبونا والمحافظ، وفيها أيضا مخطط للكنيسة التي يفترض أنها بنيت يا سيدي، أخذوا قرض من الدولة وذهبوا به. نعم يا سيدي، سيقولون لك بأن الكنيسة قد احترقت بفعل الشيطان. الشيطان ليس له علاقة بالموضوع يا سيدي. نعم. هل هنالك أوامر أخرى يا سيدي؟ لا لا أبدا أبدا. عني عن مدير التربية. شكرا لك يا سيدي. شكرا لك. هذه اليد لي أنا. هذه لي. هل تعلم من أنا؟ هل تعلم أم لا؟ أتوهم بالسيجار؟ أسف، نقطة ضعف السيجار والنساء. ألا تحب النساء؟ النساء؟ لا والله يا سيدي، فأنا رجل متزوج يعني وملتزم. واو أنا رجل ملتزم يا سيدي. قل لي، تحب الشقراوات أم السمراوات؟ أنا أحب الشقراوات. وأنا الشقراوات. والسمراوات؟ والسمراوات. لماذا أحمرت وجنتان؟ رشاوي! لا والله يا سيدي، ليست رشاوي. أنا رجل علم ولا أقبل بالرشاوي. هذه فقط من أجل صداقتنا يا سيدي. لو أنك مثلاً وضعت لي 400 روبل كقرض يعني لقبلت، لكنني لا أقبل الرشاوي. تفضل يا سيدي. رشاوي! لا والله يا سيدي. أمزح. هل هناك ملاحظات يا سيدي؟ سمعت أنك تسرب أسئلة الامتحان. لا تعد لتسريب أسئلة الامتحان. أوسي أبتي، أهلا، تفضل. شكرا. كيف رأيت هذه المدينة يا صاحب السعادة؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. صحتك كيف؟ بألف خير. أتيت لك أطمئن عن حالك وأطمئن عن أحوالك. هل هناك ملاحظات عن المؤسسات الخيرية؟ مدرسة، كنيسة، ميتم، أي شيء يوجد؟ لا يوجد. الكنيسة الحالية أم الكنيسة التي احترقت بفعل الشيطان؟ من الفضة الخالص يا صاحب السعادة. أعلم أن لديك الكثير من الأشغال والأعمال، وأنا علي الذهاب يا صاحب السعادة. أبتي. بابيت. الكيمود لا تشريان. شكرا لك يا اللقاء يا صاحب السعادة. مرحبا يا سيدي. أقدم لك نفسي، بوبتشينسكي. وأنا أقدم لك نفسي، دوب شينسكي. أعتقد أنني رأيتكما من قبل مع المحافظ في الفندق. لديكما نقود؟ أية نقود يا سيدي؟ الفرو. أنا لا أملك مثل هذا المبلغ. هل يوجد لدي نقودي كلها أضعاف البنك؟ ألا تحمل ألف روبل؟ سيدي، نحن نعتذر منك، ولكن لا نملك مثل هذا المبلغ. لا بأس، ما أترك. قد أجد 100 روبل. لدي 40 يا سيدي. وهنا يوجد 30. تكفي، شكرا. سيدي، أريد أن أطلب منك طلبا في غاية الأهمية يا سيدي. ابني يا سيدي ولد قبل أن أتزوج. حقا؟ يا لك من ملعون.
ولكن يا سيدي المشكلة أن المحكمة هنا لا تريد أن تسجله على اسمي، اسمي أنا دوبشيفسكي، وكل هذا لأن والدته من ديانة مختلفة يا سيدي. هذا هو، سوف أتكلم لك مع المحكمة لكي تسجل لك ابنك على اسمك. حقا يا سيدي، أنا أشكرك يا سيدي. والله يا سيدي لم أكن لزعجك في هذا الموضوع، ولكنني أخشى على مواهب الصبي، فهو موهوب، فهو يلقي القصائد عن ظهر قلب. يا سيدي لو تسمعه وهو يعزف آلة الكمان. اسأل بوب. اي والله. يا سيدي، أريد منك عندما تصل إلى العاصمة أن تقول للأميرات أن بوب تشينسكي موجود وهو في هذه المدينة، وإذا ما صادفت القيصر أيضا قل له أن بوب تشينسكي موجود وهو على قيد الحياة. حقا؟ حسنا. شكرا يا سيد، شكرا يا سيد، شكرا. ساسا؟ يا سيد، يا سيد. فاق. تكلم. يا سيد، كل شيء بسبب هذا المحافظ. والله كل ما فعلنا شيء وشيء يقول ضريبة وضريبة. والله قسما عظما لم يعد امامنا الا الانتحار يا سيدي، انقذنا ارجوك. صحيح يا سيدي، انه ياتي الى التاجر يمسكه من دقنه هكا ويسحبه ويقول اين لكم جيش العين؟ اقسم لك يا سيدي لو اني لم احترمه. عفوا يا سيدي لقد تحمس، ولكنني اتقيد بالعرف دائما، فلا ارفض ما تحتاج زوجته وابنته من القماش، ولكنه يريد كل شيء، ياخذ كل ما يجد، يرى قطع الجوخ ويعمل هكذا. يوه انه جوخ جيد، احملوا لي ولدي وتحملوا له، وفي اللقطة مالا كلها 50 ذراعاً. أيعقل هذا يا سيدي؟ يا سيدي والله كل ما رأيناه نخفي كل ما في الدكان، والله البرقوق المجفف الكلب خاصة لم يرضى أن يأكله، هو أخذه وأكله يا سيدي. صحيح يا سيدي، وفي كل مناسبة في الرزنامة يأتي إلينا وأخذ كل الهدايا منها. نعم قد مر إلي وأخذ برميلين من الفودكا وكيسين من القمح وقال هذا مناسبة استقلال القسم التركي، القسم التركي من جزيرة قبرص. أنا ما علاقة أمي بذلك يا سيدي، يعني حتى في الرزنامة ليس موجود. وأتالي في ذلك اليوم نفسه أخذ مني 200 ذراع من قماش الكشمير، ولكن قال لي بمناسبة استقلال القسم اليوناني من جزيرة قبرص. أنا القسم التركي يا سيدي. وما شأني أنا بالقسم اليوناني والتركي؟ يا سيدي لا شأن لك، ولكن يا سيدي يقول لنا بأنهم سيرين الزنبع من أين ينبع، وأنا شخصيا لا أريد أن أعرف الزنبع من أين ينبع. كزروفيتش هل تريد أن تعرف الزنبع من أين ينبع؟ لا. نعم يا سيدي. يا له من محتال، وهو نصاب أيضا، سوف أرسله اليوم إلى سجون سيبيريا. حقا؟ نعم يا سيدي. لا شيء من مقامك يا سيدي، هذه تذكرتك بها يا سيدي. أنا لا أقبل الهدايا. ليست هدية فقط من أجل السهرة يا سيدي. لو أنك عرضت علي مثلا قرض لقبلت. قرض؟ أنا لا يوجد لدي المال سيدي. تفضل يا سيدي. شكرا. تفضل يا سيدي. يا سيدي الى سابع بلاطه تحت سيبيريا معك يا سيدي، الى تاسع بلاطه تحت سيبيريا. شكرا لك يا سيدي. شكرا لك يا سيدي. احبك يا سيدي. لا تؤاخذني اوصيك كان عليها التنكر. شكرا يا سيدي. طبيب. الطبيب. سيد خستكوف هيا نرحل قبل أن يكتشف أمرنا. إلى أين أيها الأحمق؟ إلى محافظتنا، والدك ينتظرك منذ شهرين. لن أذهب ألا ترى كيف يعاملونني؟ يا سيدي لقد تأخرنا وسيغضب والد. حسنا خذ هذه الرسالة قبل إلى البريد. حسنا وبعدها؟ سوف نذهب. أوكي. طلب أخي ساشا. من ساشا؟ الخادمة. وما شأني بها؟ لا هو شأني بها أنا من سيتزوجها، وأريد أن نأخذها معنا إلى ساردوف. والله إن لم نأخذها معنا سأقول لوالدك أنك بذرت كل نقودك في بيوت الدعارة ولعب الحمار. حسنا سوف نأخذها معنا. سيدي يا سيدي أسف أرجوك لا تدع أحد أن يدخل، لقد أصابوني بالضجر. ساعدوا. موسيقى. لماذا أنت خائفة؟ كلا لم أخف يا سيدي. إذا لماذا أنت هنا؟ لقد اعتقدت بأن ما بنت هنا
لا يا عزيزتي، ماميتو ليست هنا، إننا هنا لوحدنا الآن. ولكن يظهر بأن لديك أعمال هامة يا سيدي تقوم بها. كان لدي الكثير من الأعمال، أما الآن فلا. ما هذا المنديل الجميل؟ يا منديل، أنك تسخر منا نحن الريفيين يا سيدي؟ كما أتمنى أن أكون منديلا لكي أعانق هذه الرقبة الجميلة. انظر، الطقس جميل اليوم يا سيدي. جميل، لكن شفتاك أجمل من كل هذا الطقس. أليس لديك أشعار تكتبها لي يا سيدي؟ أجل، اسمعي هذا. عربش لك شعر بوشي، ومشي الدم البشروشي، وتحرك. يا سيدتي أرجوك، الأرض ليست نظيفة. أريد أن أعرف اليوم إما الحياة أو الموت. أمسيو، أنا لا أستطيع أن أفهم المغزى من كلامك. دافع الحب، أقسم دافع الحب. سامحيني يا ماريا الطلوبنا. إذا ما دي غلطان يعني أعترف لي بحبه. أمسيو، إن حياتي معلقة على شعره، فأنا أطلب يدك للزواج. لا بأس. إني أشعر بالدوار. ما كل هذه المفاجآت يا ماما؟ وما الذي أثار دهشتك؟ متى ستصبحين أكثر تعقلاً؟ متى ستعرفين التهذيب والأخلاق؟ يا أبشر، لا ما كنت أعرف حقاً يا ماما، أنا آسفة. باركي لنا هذا الزواج يا أنا، أرجوك. أرأيت يا غبية، صاحب السعادة يركه أمامك بينما أنت جريت كالمجنونة إلى الخارج. لا تخطي علي يا صاحب السعادة، أنهم كذبون. أنطون، أنهم كذبون يا صاحب السعادة. لا تخطي علي، لا تخطي علي يا صاحب السعادة، إنهم كذبون، إنهم نصابون. أنطون، صاحب السعادة طلب يد ابنتنا. إلى أين؟ إنها حمخاك أمها يا صاحب السعادة، لا تخضي علي. لكن أنا فعلا طلبت يدها للزواج. كم مرة يجب أن أقول لك؟ يو اسمع، إذا لم توافق الآن سوف أقتل نفسي. سوف ألحن. هيا بارك الخطوبة. لا، أصبحت غبيا بشكل لا يصدق. تعال، فليبارككم الله. لنشرب نخل الخطوبة. هيا نشرب نخل الخطوبة. هيا يو. ولكن قبل سوف أذهب لوالد العجوز يوما واحدا فقط لكي يبارك لنا هذا الزواج. يو يقبل يدها. يو أنطونيا. سوف أشتاق لك كثيرا يا داشا. كي أسبوعا بالكثير ونكون معكم في العاصمة. داشا، أنا لن أراك بعد اليوم. داشا، تعالي معي. داشا، سوف أخبرك بشيء بغاية الأهمية. خليستاكوف ليس المفتش العام، وسوف يذهبون قبل أن يكشف أمرهم. ساشا، لا تمزحي معي هذا المسح السخيف الآن. داشا، أنا لا أمزح. ساشا، هيا هل أنت جاهزة؟ لا. هيا العربة جاهزة. لا بسرعة. داشا، أرجوك. داشا، سوف أرسل لك رسائل بعد هذا. العربة جاهزة. الخطوبة يا سيدي.
لا تطل الغيبة يا حبيبي، لا تطل الغيبة. ها طبعا لن يطيل الغيبة، فقد هو عندنا. طبعا طبعا حماتي. ميرسي عمي. نحن بحاجة إلى طلب، سوف نأخذ الخادمة، ما اسمها؟ ساشا. ساشا لتساعدنا في توضيب بعض. خذها، خذني أنا إن شئت. وداعا يا عمار. وداعا، وداعا، لا تطل الغيبة. وداعا. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا حبيبي. وداعا. إلى اللقاء. وداعا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. وداعا. وداعا أيتها المدينة. أديو. ما رأيك يا أنا؟ يا لها من مفاجأة سارة يا أنا. هل كنت تتخيلين هذا؟ حتى في الحلم لا يمكن تخيل هذا يا أنا. كنت أعرف هذا منذ وقت بعيد. أما أنت أنطون، لست ترى في حياتك أشعار من الطبقة الراقية لأنك إنسان بسيط. أصبحنا من الشخصيات التي تحلق عاليا يا أنا. حلقي يا أنا، حلقي يا أنا. ماذا سأفعل الآن؟ سوف أنزل العقاب بعشاق تقديم المشايات يا حارس. حارس سيدي، احضر لي التجار وسجل أسماء من جاء يشكوني، واخبر الجميع أي صهر وهبه الله لحاكم المدينة. اقرعوا الأجراس، اليوم عيد، يجب الاحتفال، عيد. ماذا سنفعل الآن يا آنا؟ أين سنعيش؟ هنا أم في العاصمة؟ طبعا في العاصمة بيبي، وليكن في العاصمة يا آنا. هل بالإمكان الحصول على رتبة أعلى يا آنا؟ طبعا يا وداعا لمنصب حاكم المدينة. جنرال، هل تعلمين يا آنا لماذا أود أن أكون جنرالا؟ لماذا؟ لأن الجنرال يستطيع أن يفعل كل لكن بيبي يجب أن تغير معارفك تماما. ما هذا؟ قادم ربي كلاب وطبيب الأطرش، على العكس تماما، ستكون معارفك سفراء نبلاء أمناء. سيدي أهلا بالصخور. نتمنى لك الصحة يا سيدي. نتمنى لك أعلى المناصب يا سيدي. كيف هي حال البضاعة؟ بأفضل حال يا سيدي. ربطهم. لماذا ربطنا سيدي؟ لماذا ربط يا سيدي؟ يقدمون الشكاوي ضدي يا أبا ليس يا خنازير. لا والله يا سيدي، لا والله لك، لا من قال لك يا سيدي؟ لا والله يا سيدي. الموظف الذي سيتزوج ابنتي. يا سيدي والله قسم الله هذا هو يا سيدي. يا سيدي هذا هو، والله هذا هو يا سيدي. هذا هو. نعم هذا لأن كفتي من رجحت يا سيدي. لو أن كفتكم من رجحت لمرمغتم رأسي في الوحل. لا والله يا سيدي. لا لا يا سيدي. فهمت بودي أن أريكما زنبور، ولكن فليسامحكم الله أنا ماذا بك؟ فأنا لست أسود القلب. خذ، ولكن اسمعا، غدا خطوبة ابنتي. نعم يا سيدي. أريد منكما. فهمنا فهمنا. نعم يا سيدي. شكرا أنطونيو. أنطون، ما هذه الكلمات البذيئة التي تتكلم بها أنطون؟ يجب أن تلتقي الكلمات تليق بالمجتمعات الراقية. مبارك يا سيدي، مبارك يا سيدتي، مبارك لك يا سيدي. ميرسي سيدة ماريا، مبارك لك يا سيدتي. سوف تقضين وقتا في غاية المتعة، وسوف ترتدين ثيابا مصنوعة من الذهب. اللي هيبك الله الثراء الفاحش وطفلا صغيرا بهذا الحجم تحملينه على يديك وكل ما هززته يقوم بالبكاء. سيدي اهلا اهلا شباب. مبارك يا سيدي، مبروك سيدتي، مبارك يا سيدتي. ميرسي سيدة ماريا، مبارك. شكرا، تفضل. أنطون مبروك يا عزيزي. ماريا مبروك يا ماريا. مبروك مبروك. عندما سمعت بهذا النبأ السار قلت بيني وبين نفسي، ثم قلت لزوجي، يا لها من سعادة قد حلت على أنا. مبروك. ميرسي ميرسي. أهلا وسهلا ماريا. أهلا وسهلا، تفضل. أنطون أبانا يا عزيزي. أبانا أطال الله في عمرك وعمر الزوجين الجديدين. ماريا أبونا مرمورة.
صحيحا ما سمعته؟ أصحيحا أن سعادة لا نهاية لها قد حلت عليكم؟ صحيح. مبروك يا صغيرتي. مبروك مدام. ميرسي. اسمعي أنطون، بهذه المناسبة قررت أن أهديك الكلب الذي أعجبك. حقا؟ لا ليس حقا، لم نعد نريد لا كلابا ولا جراء ولا أي شيء. لا يهمنا الكلاب. أخبرني يا أنطون، كيف حدث هذا؟ كالحلم ولكن بلا بعوض. لقد تم كل شيء بشكل في غاية اللباقة، وعندما أردت أن أقول له أننا لا نأمل على مثل هذا الشرف ركع أمامي وقال: سامحيني يا آنا، إما أن توافق على زواجي وإلا أنهيت حياتي. هكذا قال. ولكن يا ماما هذا ما قاله لي أنا. مرمورة. أبانا أتى إلى هنا. اسمعوا يا سادة، أتى إلى هنا وقال يا عمه سأنتحر إن لم توافق. قطع قلبنا يا عمه. لم يحب أن يمزح. ولكن ما بكم لنحتفل، اليوم عيد. هيا 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 هيا، أين الشراب؟ هيا هيا هيا. بابا يهبك الله الثراء يا سيدي. أتمنى لكم الشيء ذاته. ليصيبك داء الكلام يا أنطون. أتمنى لك الشيء ذاته. هيا هيا أفرحوا. يا ميرسي. إيفان تعال وارقص يا إيفان تعال. أيها السادة، الموظف الذي ظنناه مفتشا لم يكن مفتشا. لقد سكر. ارفع الموسيقى. اقسم لكم لم يكن مفتشا. هذا ما جاء في رسالتي هو. وصلتني الى مكتب البريد، نظرت الى العنوان هكذا، رايت الشارع البريد في العاصمه، قلت لنفسي يا حبيبي اكتشف الفوضى في مديريه البريد ويريد ان يخبر الرئاسه. وعلى ذلك فتحت الرساله، عندما فضلتها بدأت يداي ترتجفان وأصابتني القشعريرة لدرجة أن قدمي لم تعد تحملاني. كنت أسمع صوتا هنا يا أنطون يقول لي لا تفتحها وإلا ذهبت إلى سيبيريا، بينما كنت أسمع هنا صوتا يقول افتحها افتحها يا إيفان من أجل فضولك. إيه؟ هو بصراحة فاز فضولي. أوه اسمع، ألا تعرف بأن هذا الموظف سوف يتزوج ابنتي وأنا نفسي سأكون جنرالا؟ واليوم عيد. ارفعوا الموسيقى ارفعوا الموسيقى. أنا عشم إبليس في الجنة يا أنطون. اسمعوا، أبادر فأخبرك يا عزيزي ترياب تشكين عما حدث لي من غرائب. لم يعد لدي النقود بسبب المقامرة، لدرجة أن صاحب الفندق أراد زوجي في السجن. لقد ظانتني المدينة كلها المفتش بسبب سحنة البطرسبورغية ولباسي. أنا الآن أعيش في منزل محافظ المدينة وأغازل زوجته وابنته ولا أعرف بأي منهما أبدأ. من الممكن أن أبدأ بالأم لأنها تبدو مستعدة. الجميع يقرضن المال الذي أطلبه. يا لهم من نماذج بشرية فريدة من نوعها، لو رأيتها لمت من الضحك. أعرف أنك تكتب المسرحيات ولا أدخلتها فيما تكتب. ماذا قال عن محافظ المدينة؟ ماذا؟ يا التيس قرناها هكذا يصلان إلى لم يكتب هذا الشيء أبداً. أقرأها بنفسك. ماذا يا أنطون؟ إيفان إيفان أكمل يا رجل. هيا هيا أكمل إيفان أكمل. محافظ المدينة أكمل يا رجل. هيا مدير البريد الخط غير واضح بصراحة. كم الخط غير واضح؟ نعم. أعطني مدير البريد أصنص النزالة.
كلب الحقير يستحق الجلد، أقرضه 300 روبل. ستيفان أكمل أكمل أكمل. أبونا أغلق أغلق أغلق، الشيطان بيسوي الراهب. يا عدو الله يا كلب يا كلب. أكمل 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 ستيفان أكمل أكمل. هيا مدير الشرطة لم يكتب شيئا. لا لا كتب لم يكتب شيئا. أنا قرأت مدير الشرطة خنزير بريد ورائحة لدينا. بخصوص الرائحة فين رايحته؟ مدير التعليم لم يكتب عن مدير التعليم. القاضي مدير التعليم يشبع الخل ورائحته كالبصل المعفن. والله ما كل بصل كالبصل كالبصل. الحمد لله على الاقل لم يكتب عني شيء. كيف لم يكتب عني؟ كيف لم يكتب عني؟ اعطني. اسمعوا يا ساده، يبدو ان الرساله طويله ولا داعي لسماع مثل هذه القذارات. القاضي حمار مع بابا. نعم الطبيب كتب ايضا. ماذا قال عن الطبيب؟ كالمومياء التي خرجت من توها من القبر. صحيح صحيح. لكن ما هي الأشياء اللطيفة؟ أهالي المدينة مهذبين ولطفاء، بينهم الكثير من الأكفاء، ولكن للأسف هؤلاء المسوخ هم من يديرون المدينة. والختام سلام. إيفان إيفان احتفظ بها. لا أرى الخنازير بدل الوجوه. أنطون هذا غير صحيح، إنه خطيب ابنتنا. خطيب؟ خطيب. انظروا انظروا جميعا ولينظر العالم بأسره كيف غرر بحاكم المدينة. لقد جعلني أنا الداهي اللعين أضحوك، والآن ينشر القصة على الملأ ليجعل مني مثارا للسخرية. سيظهر كاتب ما يكتب عني كوميديا وسينهش الجميع لحمي بأنيابهم من الضحك. هذا هو المؤلم حقا. مبروك مبروك يا سيدي مبروك. ولكن ما الذي يضحككم؟ على أنفسكم تضحكون، تبا لكم. ها كم أود أن أمحو من الوجود كل هؤلاء الكتبة، كم أتوق إلى أن أجعلهم هنا في قبضتي ويحرقهم نار غضبي ويجعل منهم رماد. قسي قسي رماد. لم نعد نريدك يا رماد. رماد. أيها السادة، لقد انتهى العرض. أنا المحقق أندري المبعوث من القيصر للتحقيق في شؤون مدينتكم. المحافظ وجميع الموظفين، أنتم رهن الاعتقال على ذمة التحقيق. أوه. أوه.